وللمسلمين أطباء، وللمسلمين أطباء، وللمسلمين أطباء مع نجوى جراي. عمار الموصلي. عمار بن علي أبو القاسم الموصلي طبيب عيون ماهر في جراحة العيون، أصله من الموصل وسكن مصر في أيام الحاكم الفاطمي. لعمار الموصلي في طب العيون إنجازات منها، إذ ابتكر كجراح أول طريقة جراحية لعملية قدح العين المعروفة بالكاتاراكت، وصمم واخترع المقدح الأجوف لشفط الساد الطري، وهو مقدح على شكل إبرة مجوفة لا يشكل استعمالها في قدح العين أي خطر على العين. ولا تزال طريقته في عملية امتصاص الساد الطري متبعة حتى اليوم. وابتدع طريقة لمعالجة غطش البصر الناتج من الإصابة بالحول عند الأطفال بتغطية العين السليمة، وقد سبق الموصلي بهذه الطريقة غيره من الأطباء العالميين بألف عام. وللموصلي من الكتب كتاب وحيد في طب العيون، هو المنتخب في علاج أمراض العين، وهو كتاب في مداواة علل العين بالأدوية والآلات الجراحية. ويشتمل هذا الكتاب على تجارب وطرائق عملية في إجراء جراحات العيون وبيان لتشريحها، وهو كتاب من 125 فصل، وقد اتبع فيه الموصلي منهجاً علمياً دقيقاً، واستفاد من منهجه هذا من جاء بعده من الأطباء المسلمين في العصور الوسطى، ومن بينهم الغافقي والحموي. وللمسلمين أطباء، وللمسلمين أطباء، وللمسلمين أطباء مع نجوى جراي.